رجعت تاني. لو مش موجود في الجيش هتعمل ايه؟ هتروح الميموري تجيب ميموري في الدولة. هل فاهمين ولا لا؟ لا؟ الدايرة اللي احنا كنا خدناها في المحاضرة كان شكلها ازاي؟ من عقل كده عندي دايرة ده الجيش الدكتور الكاش كنترولر ده هيهندل الكاش. يعني في هنا عندي الكاش وعندي هنا الميموري وعندي الادرس اللي انا عايز اقراها واكتبها. مش دي الدايره اللي عندي؟ ده هنا كام تاخد الادرس؟ لو ما فيش كاش ولا حاجه كده تعمل ايه؟ فكرتها الكلام ده من الميموري وتطلع من هنا ايه؟ ده لو مفيش كاش. لو في كاش هتعمل ايه؟ هتدخل الادرس ده على الكاش كنترول. الكاش كنترول هيعمل ايه؟ برضه
حقيقه الهاردوير اللي خدناه في المحطه. ايه الهاردوير اللي خدناه؟ شويه برضه نكسوس، شويه كومباراتور، شويه ديكودر. طيب دول حطوهم في جوه الجسم. يبقى اول خطوه في تصميم الدايره اصمم الانبوت اوت. زي ما انت في الرياضه هتقول له عندي موديول كاش كنترول. ايه الانبوت؟ ده اللي واصل على
اللي انا عايز مش دي دايما. البروسيسور هيقرا من الميموري ايه؟ لوكيشن معين او هيكتب في لوكيشن معين. يبقى البروسيسور هيبعت ايه للميموري سب سيستم؟ ادرس افرض ان 30 بيت وداتا برضه 30 وسيجنال اسمها ايه؟ ده الانبوت بتاع السب سيستم. اما هاجي هسيميليت السيميليتور هيقول لي ايه؟ لو دول الثلاثه انبوت واوت هروح مدخله على السيميليتور قيمه الادرس وقيمه الداتا. مش يوزر، ما كنتش برنامج، احنا بنمود الهاردوير. لما اجي بمود الهاردوير يعني بعمل ايه؟ انا هراني السيميليتور بتاعي، يعني ايه سيميليتور؟ هيطلع لي انت عندك 64 لاين. هقول له دخل على 230 1 0 0 1 على 230 وراه 1 0 0 1 اللحظه دي مين شغل في اليوكس سيميليتور؟ اما انا دخلت مالتي بليكسر عملت له ايه؟ انت شغال شغال خالص؟ اي دايره ايه الدايره اللي عملتها على السيميليتور؟ نعم؟ عندي صوت؟ الان دخلت لها ايه؟ واحد وطلعت ايه؟ زيرو. دخلت له واحد بزياده. نفس الطريقه. بس بدل ما الاند عندك الانبوت بتاعها كام لاين؟ اثنين والاوتبوت كام لاين؟ واحد. الدايره دي هيطلع الانبوت كام لاين؟ 32 و 32 و1 يبقى كام؟ انا قلنا بسيطه كده للدرجات. 32 ادرس و 32 داتا و1 عباره عن ريد رايت والاوت بتاعها ايه؟ 32 لاين في حاله ايه؟ ار. يبقى ليه الداتا بتاعتي بدل ما كان 2 لاينز 1 في حاله الان هنا هيبقى عندي 73 لاين للاسف 65 لاين انبوت وكام لاين اوت؟ 32. بنفس الطريقه اللي هدخل لها واحد بواحد هدخل لها ايه؟ الداتا. وبنفس الطريقه اللي شفت ان الواحد طلع منها هيطلع لي ايه؟ 32 لاين. مين دلوقتي بقى شبه فاهم؟ ده العلم، دي العلم. من جوه بقى هعمل ايه؟ من جوه انا عايز اقرا داتا وزي ما زميلكم بيقول انا يا دوب هدخل ادرس واحد يبقى لازم الاري بتاعتي اللي بتعبر عن الميموري يكون فيها ايه؟ تيست داتا. هروح مدخل بنقي ثلاثه اربعه لوكيشن واكتب فيهم كلمات واللوكيشنز فاضل دول موجودين فين؟ جوه الميموري وجوه الكيش ودول اللي هم بايظ بتاعهم اللي جوه المودجول ايه؟ عباره عن الوشه. مين؟ مش فاهم. مين فاهم؟ اللي فاهم يعمل ايه النهارده لما يروح؟ طبعا مش هيحصل، لما يروح هيعمل اي حاجه يعمل لكن ايه اللي هيروح يعمل ايه؟ انا اذا كنت روح لك يحصل بقى تاني اهله ويقفل ويقفل. تكتبه ميموري حجمها 256 بايت. في 8 بيت. دي اعرفها على انها ايه؟ اري من 0 ل 255 والويتس بتاعها قد ايه؟ 8 بيت. وادخل لها ادرس ال 256 محتاجين كام ادرس لاين؟ 8. وهي الباين 8 بيت يبقى محتاجين كام داتا لاين؟ 8. وسته الثانيه اسمها ريد لاين. واعبي الميموري بداتا واقراها. مين فاهم الكلام الفارغ اللي انا قلته ده؟ مين مش فاهم؟ مبدئيا ايه بقى؟ تاني اول خطوه لازم قبل ما اعمل مساله كبيره زي كده امشي نفسي. اعرف ميموري السايز بتاعها 256 بايت. تبقى دي عباره عن اري طولها 256. الميموري دي عشان اقراها محتاج ايه؟ ادرس 8 بيت وداتا 8 بيت. وعشان اقرا من الميموري اعمل ايه؟ ادخل لاني رايت. جوه المودجول ده هكتب ايه؟ حول الادرس لايه؟ لاندكس.
واجيب دي الاليمنت من الاري واخد الداتا اكتبها في الريجستر بتاعتي. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ طب اللي فاهمين في 7 افراد كده، اللي فاهمين يروحوا يعملوها ايه؟ فيلد، يعني اول ما يفتحوا الكمبيوتر يقعدوا على الفيسبوك ساعه ونص، وبعد كده يعملوا مساله في 10 دقائق ويرجعوا تاني ايه؟ دي الفيسبوك بس ايه؟ على الاقل اوكي 10 دقائق حاجه في المساله. ده بيبتديها كده، اول ما تعملوا دي المساله دي هتبقى عارف انه هيبقى باقي الكلام هو هو. باقي الكلام هو مفهوم انا بقول ايه ولا لا؟ ده الجرامر اللي مش فاهم. كلكم فاهمين؟ نرجع بقى للمشكلة. روح حطهم في كاش.
يبقى الاكسس بتاعهم اصغر. يبقى الاكسس بتاعهم اصغر. وزي ما انا البرنامج نفسه هطبق عليه الميكانيكس اوف ريفرنس، البيش تيبل ده هطبق عليه الميكانيكس اوف ريفرنس. معناها ايه؟ انت قريت صح. الاول هدور على عنوان الصفحه في الكاش، لو ما لقيتهاش هروح اجيبها منين؟ العنوان من المنيو واحطه هنا، بجيب العنوان. بعد كده اروح اجيب الحاجه منين؟ الكاش. بعد كده اروح اجيب الحاجه منين؟ الكاش. كل الحكايه جزء من البيش تيبل ده هحطه في جدول اسمه ترانسليشن تو كاسايلنس. خليني بالك كده، هو ده التفصيل اللي عايزه. أصل جايبين لي حاجة زي اللي قلنا عليها دي، جون أدرس. الأدرس ده بتسميه إيه؟ الفيرتشوال أدرس. الفيرتشوال أدرس ده 32 بيت مثلا، أول 12 ويستخدموا زي ما هم، تسميهم ايه؟ البيش اوفست. الحته دي اللي هي الفيرشوال بيش نمبر. الفيرشوال بيش نمبر دي قلنا ايه؟ نستخدمها كاندكس في البيش تيبل اللي كان في المحاضره اللي فاتت. الاندكس ده بجيب من هنا الفيزيكال ادرس، وبروح على لا من الميموري لا من الديسك ستورج على حسب الفاليد دي جوه الجوال. فاكرينها ولا لا؟ قال لك ايه بقى؟ انت جيت تقرا دي في الغالب هتقراها تاني. فبدل ما تروح كل مره على الجدول اللي طول 5 جيجا دي عشان تجيب الفيزيكال ادرس، خد السطر ده وحطه هنا في الكاش. يبقى اما تيجي تدور على سطر تاني على كلمه اللي وراها، ما تروحش تقرا الخمسه ميجا دي، اقرا الكاش. اقرا الكاش، الكاش حجمها اصغر، اخد الجنب ده صحيح مني. فدي الكاش حجمها ايه؟ اصغر. عشان كده اتفقنا ما دام الكاش حجمها اصغر ازاي احدد الايه؟ بالتالي ايه جزء من الادرس او الادرس كله؟ يبقى ايه اللي حصل؟ اول مره جيت قريت ام هلاقيه في الديش تيبل، هروح اجيب واحط هنا واحد واحط كل الترانسليشن انفورميشن دي هنا. المره الجايه لما اجي اقرا بقى ادور عليه في ايه؟ ادور عليه. فبدل ما هقرا في 5 جيجا هقرا لي في 2 3 جيجا. واستخدم اسوشيتد ميموري يعني حاطط فكده. بدل ما كنت بقرا في 5 ميجا الجدول، بقى الجدول بتاعي اصغر. هنا بقى حطينا هنا وهنا تو لاين كام تو اتفقنا ان انا لو هقرا من الميموري او من الكاش مش هتبقى في مشكلة. ليه؟ لأن الداتا اللي موجودة في الميموري أو في الكاش ما اتغيرتش. لو في الفيرشوال ميموري كتبت، هكتب في الحاجة اللي موجودة في الهارد ديسك ولا اللي في الميموري؟ بص كده ليه؟ انتظر الحاجة في الهارد بالظبط كده. اللي نام يصحى من النوم شوية، في واحد بينام على طول يقول بص أنا جاي سيبنا في الحتة الجديدة دي، خلينا في القديم. أنا عايز أقرا في لوكيشن هنا. اللي هقراه من هنا هو اللي إيه؟ أنا قريته. لكن أنا جبت الداتا من البيج اللي في الجسم وحطيتها في الميموري وكتبت، هكتب في إيه؟ قلنا في الكاش في ثلاث طرق. إيه هما؟ لا اما اكتب في الاثنين في ساعتها، ده بيسموه ايه؟ رايت سون. لما اكتب هنا واستخدم بقى عين الكتابه، ده بنسميه ايه؟
راجل ده او لو بكتب في بصر يعني اكتب كم مره واكتب ده بيسموه ايه؟ راجل بصر. ما بين الكاش والميموري ده بصر. ليه؟ لان الفرق في السرعه مش كبير بس مش قوي. لكن الفرق ما بين الديسك والميموري سريع جدا. فبالتالي في الفيرتشوال ميموري ما بنستخدمش الا رايت باك. ما بنستخدمش الا رايت باك، يعني بكتب كده وما بكتبش على الديسك اللي هي ده. اما بعوز اشيل الصفحه من الميموري. طب اما اجي اشيلها بقى عايز اعرف الكل اخد الحاجه اللي موجوده في الميموري تبع الهارد ديسك ولا اشيلها وخلاص؟ علشان كده واحنا عارفين سجل هنا ناس يسموها رايت، ناس يسموها ديرتي. ديرتي يعني ايه؟ يعني انا غيرت الكلمه. لو لقيت ديرتي الواحد يبقى معناها ان انا محتاج اعمل رايت باك. لو بزيرو مش محتاج اعمل رايت. يبقى ده لاين تاني يقول لي ان كان البلوك ده مش هيدلوك هنا، البيتش ده غيرتها ولا لا؟ دي سهله. الحاجة بقى اللي ما قلناهاش الكاش عشان كده هقولها هنا. أشيل أي صفحة من الميموري. أنا الميموري عندي اتبنت وعايز أشيل واحدة وأحط واحدة هنا. أشيل أي واحدة. في طرق كتير. أول طريقة إن أنا أشيل أي واحدة. ما مش هتفهم. أشيل أي واحدة. لكن احنا قلنا ان في الغالب لو استخدمنا صفحه في المفترض ان انا هعمل ايه؟ هستخدمها هي تاني. يبقى اشيل اي واحده؟ اللي ما استخدمتهاش بقالي زمان. اشيل واحده ما استخدمتهاش بقالي زمان. التكتيك اللي بشيل واحده اللي ما استخدمتهاش بقالي زمان ده اسمه الا ارجو ليست ريسنتلي. اما اجي اشيل من الميموري اشيل الواحده اللي بقالي مده ما استخدمتهاش. طب هعرف ازاي اللي بقالي مده ما استخدمتهاش؟ في 50,000 طريقه. اول طريقه اختم اللي وراك ده بصدق. في 50,000 طريقه. اول طريقه اعمل مع كل صفحه اكتبها احط التايم بتاعها. او اعمل لينك ليست اللي استخدمها احطها على الوش. ممكن. كل ده بعمله سوفت وير. عشان كده في الفيرتشوال ميموري اقدر استخدمه. يعني ازاي؟ كل صفحه رجع حاطط جنبيها التايم اخر مره انا قريت او كتبت في الصفحه دي. واما اجي اشيل اعمل ايه؟ اكمل التايم. اكمل التايم. الطريقه الثانيه ان احطهم في زي جدول. اللي على الوش هو ايه؟ الجديد فاخده من فين؟ من ده. دول الاثنين ينفعوا في السوفت وير عشان اطبق ليست ريسيبتيف. في الهارد وير هما الاثنين دول ما بين الكاش ده يبقى صعب جدا. من صعب جدا جدا ان انا احط التايم واقارنه هيبقى مكلف جدا في الهارد. في طريقه بيعملوها ايه بقى؟ اما اجي استخدم اي بلوك حاطط بايت اس بي اس بوليفرنس احطه بواحد. كل ما اجي استخدم بلوك احطه بواحد. يبقى ده معناه اللي هلاقيه بواحد ايه؟ أنا لسه مستخدمه. أنا لسه مستخدمه. وأنقي واحد أشيله. مش هيبقى ليست ريسنتلي يوزد. ليه؟ إن ممكن خمسة ستة سبعة كلهم واحد أنا أنقي مين؟ أي واحد فيهم بس قرب كده. بس واحد هيقول لي طب أما أنت هتعمله واحد إيه اللي هيخليه صفر؟ يعني أنا كده استخدم البلوك ده حطيته بواحد. كده استخدم البلوك ده حطيته بواحد. كده البلوك ده استخدمته حطيته بواحد. إيه اللي هيبقى صفر؟ لو هو نعم؟ اعمل ايه بقى؟ كل شويه اخليهم بصفر كلهم. يعني
يعني تايمر يشتغل على كل دول. الاول انا استخدم اللوك ده كبيره واحد، استخدم اللوك ده كبيره واحد، استخدم اللوك ده كل واحد، بعد شويه يكون كلهم ايه؟ واحد، بعد شويه يبقى كلهم واحد. طب هنقي مين فيهم؟ مش هينفع. فانا اعمل ازاي؟ اللي استخدمه اكتبه واحد، وكل شويه اخليهم كلهم صفر. يبقى المره اللي هنقي واحد اشيله هيكون ايه؟ لسه بواحد دلوقتي. وعلشان كده ده تكنيك بنسميه نحط فيه ريفرنس بيت. مين بيشتغل؟ مين فرق؟ بص تاني كده بيشتغل. الطريقه السهله ان احط هنا الوقت اللي انا استخدمت فيه الوقت ده حاجه كبيره كده. هيطلع بايه؟ لانه سهل. هيطلع عليه وكل شويه اتقرب. بالهاردوير مش ممكن. في السوفت وير سهل. في الهاردوير كل لاجع استخدم واحده من دول اكتب هنا واحده. استخدمها يعني سواء اقرا كده اكتب هنا. وكل شويه في تايمر يمسكهم كلهم يخليهم بزيرو. بعد ما يخليهم كلهم بزيرو ايه اللي هيحصل؟ هنستخدم حد من دول هنعمله واحد. يبقى باجي هشيل ما بين تو تايمرز هشيل ايه؟ اخر واحد ما استخدموش. مين اللي لسه مش فاهم؟ يبقى الليست ريسنت يوز بدل ما بستخدمه احط التايم محله احط ريفرنس. وبعد كده في دايره ثانيه كل شويه تريسيت الريفرنس. فما بين تو ريسيت اللي هم هيدرجت نوعا ما طويل شوية بس اللي هيبقوا مروحان والباقيين هيبقوا ايه؟ بصفار انقي اي واحدة في اليوم واشيل. انقي اي واحدة في اليوم واشيل. انا امتى اشيل من الكاش؟ لو اتفهم. اللي هي برضه حاجة مش هتحصل كتير. لكن اما تكملي هشوف مين اللي دول مروحان. دول معناها ان دول اخر حاجات استخدمتها. نرجع بقى ايه الدايره دي؟ الجزء اللي حطيناه ده حطيناه ليه؟ عشان ناكسلريت الحاجه الوثيقه اللي كانت في اخر المحاضره اللي فاتت. ايه الحاجه الوثيقه؟ ان عشان اعمل فيرتشوال ميموري كانت تبقى ايه الوش دي؟ الجدول ده فيه. فقلنا هنحط حته دي في كاش. والكاش دي بدل ما كان فيها في الاول فاليد بس كانت الداتا دي فاليد ولا لا؟ لا أول حاجة أحط فيها بيت عشان تقول لي أنا كتبت في الإيليمنت ده ولا لا، عشان أعمل رايت باك ساعة ما أنقل الحاجة من هنا ليه؟ وعلشان ألاقي الإيليمنت الليست ريسنت يوزد بالهاردوير حطيت فيه سيجنالز معرفة. كل ما استخدم إيليمنت أحطه واحد، لو ما استخدموش هيبقى صفر. بعد شوية أكسبت. فما بين التو ريسيت ما بين التو ريفريش اللي بيقول هنقي الايجنت اللي مش فاهم. مين مش فاهم الكلام ده؟ هو مش اللي انا عشان في كل نعم؟ ما انا هشيل المسار. ما انا هشيل المسار. هو انا هعمل ازاي؟ كل واحد هستخدمه هحط واحد. يبقى كلهم هيبقوا حاجه. ايه اللي هيحصل؟ عايز اشيل شويه، عايز اشيل دي اخر خمسه استخدمها، عايز اشيل اخر واحد ما استخدمهوش. هعمل ايه؟ كل شويه اخليهم كلهم بصفار. اما اجي استخدم في كام واحد هيبقى واحد اللي هم مين؟ اللي انا استخدمتهم ما بين الدور فين؟ وهلاقي التاني هو ده. الدنس ده حاجه تانيه، الدنس دي ربع. بكتبه في الحلقة بس بتعمل حاجة تانية. بعدين بقى لما بيرسل بتلاقوا فيه مؤسسة. نعم؟ لما بيرسل بتلاقوا فيه مؤسسة. بص كده خد بالك من الجمال ده. الادرس اللي هنا انت سيبك من ده خلينا الادرس اللي هنا ده اما يبقى فاليد ده اما مش فاليد. لو فاليد معناها ان الحاجة موجودة فين؟ في الفيزيكال. لو مش فاكر تبقى حاجه مش فاكر على الهارد ديسك يبقى لو هي مش فاكر الاثنين
انا مش لازم اللي اكسب ده بقى حقيقي ما فيهوش حاجه ممكن. طب هو قال ايه اللي انا عملته؟ كتبت ولا قريت؟ لو قريت مفيش مشكله، لو كتبت لازم الكتاب يتم فين؟ في الحاجه بس كلام. هعمل رايت باك، اعرف امتى ان انا عايز اعمل رايت باك اما الاقي الفيلم ده واحد. بعد كده انا عايز اشيل ايلمنت من الموجودين في الكاش ده، مش هشيل عايز اشيل ايلمنت من الموجودين في الكاش. الكاش ده حجمه صغير مش هحط فيه من 5 جنيه كله، عايز انقي من واحد من دول اشيل اي واحد فيهم. قلت هشيل اللي ما استخدمتوش بقالي فتره. في اسهل طريقه احط هنا ايه؟ الزمن، احط الوقت واقارن انا فين؟ والواحد اللي التايم بتاعه من زمان اعمل ايه؟ اشيل. المشكله هنا ان التايم لو سايكل بايه؟ بالجيجا هرتز، يعني التايم بيديله سايكل. يبقى التايم اللي انا عايزه قد كده والكمبيوتر هيبقى كبير جدا. فقال لك ايه؟ لا، كل ما تيجي تستخدم واحده حط الريفرنس. لو انا ما عملتش ريسيت للريفرنس في الاخر كل اللي في الجدول ده من مكان واحد. قال لك ايه بقى؟ كل شويه اعملهم بصفر. اما اعملهم بصفر ايه اللي هيحصل؟ هستخدم بعد شويه حد فيهم. يبقى لو عوزت اشيل في اللحظه دي هشيل من اللي بتاعه كام؟ يبقى ده الريفرنس والديفنس والديفنس. انا رحت هنا اجيب ادرس، رحت مشاور فين؟ على البيش تيبل. في البيش تيبل ما لقيتش الحاجه فين؟ في البيش تيبل. ازاي عرفت انها مش موجوده؟ بنت البلد بصفر. رحت جبت الحاجه من هنا وحطيت العنوان هنا، هخلي الفاليد بايه؟ بواحد. وهقول ان انا لسه عامل له ريفرنس، فاحط ريفرنس بايه؟ بواحد. بعد كده لا اما عملت غريب لا اما عملت رايت. لو عملت رايت هات الديت دي كمان بكام؟ بواحد. الكاش دي هتاخد شويه من دول على قد السايز بتاعها، على قد السايز بتاعها. هعرف ازاي الحاجه محطوطه في الكاش زي ما شفنا في الكاش، جزء من القلب صحته فين؟ في الداتا. يبقى انا جالي الفيرشوال ديت بالايزكس بتاعي الاقي واحد منهم، وهاخد بقيه الادرس اقارنه بالتالي. لو لقيته يبقى الادرس اللي هنا صح، اروح اقارن ما لقيتوش اعمل ايه؟ اجيب الترانسميشن لحد امتى؟ لحد ما تجيب الاثنين. امتى هشيل حاجات من هنا؟ اما دي كلها من هنا. طب هشيل مين اللي الريفرنس بتاعه؟ اما اجي ارجع للبروجرام بيقول كده يعني ازاي؟ انا اللوك خلاص لازم اشيله. ليه لازم اشيله؟ عشان هفضيه من بين بيوري الفيزيكال. اما رجعه تاني اركبه. ليه؟ لان طول الوقت انا مش محتاج الفيزيكال للديسك. ليه؟ لان انا عمال اركب بالميد ميموري. اما بقتش موجوده في الميد ميموري هكتبه على الديسك. ليه؟ عشان لما اجيبه المره الجايه الاقي ايه؟ لا الفاليو دي هي الفاليو دي والبيت دي هي البيت دي والريفرنس دي هي الريفرنس دي. ما ينفعش ازاي الفاليو دي نمبر ده؟ اه انا قلت ازاي؟ جزء من الادرس هشاور فيه على الحته الصغيره دي وباقي الادرس هتاخده ايه؟ يبقى هروح اجيبه هنا ازاي بالعنوان بحاله؟ واروح واخد السطر ده كاتبه فين؟ خلي بالك ايه اللي موجود هنا؟ في الترانسميشن انفورميشن. الداتا موجوده فين؟ في مساحه جوه او جوه. عندي صوت انت تسمعه. منين؟ هو هو. ليه؟ كنت عمال اجيب هنا وهنا.
انا مش عايز ده فوق ان انا هنا ما مشيتش حاجه. الجدول ده موجود في كل الترانسليشن. انا مش محتاج تقال بس اسال حاجه بيقول لك ايه؟ السطر ده كله زي ما هو. ليه؟ انك لو في النص ما جالكش ريفريش دي. فانت عايز برضه هنا يبوظ له هنا يبقى الواحد ده انا ما احتاجوش ده هنا. بس السطر ده كله نقلته هنا. فاهم ولا لا؟ المحاضرة الجاية بإذن الله هنبتدي نبص على تقييم القاعدة والمفروض، اتفضل.